ساحه شريفه لكل مشاهدينا. ساحه شريفتكم وهذه المتابعه الرمز لعب منذ بدايه المباراه عبد الرحمن والهجمه الخطيره للمنتخب البرتغالي حذاري هو ممتازة عن طريق ريكاردو كواريزما. أمامكم الإعادة الخطأ من يوهان بن عروان يأخذ الكرة كواريزما والانزل جواو ماريو ثم كواريزما بالقدم إلى برناردو سيلفا خطورة من كواريزما. أمامكم بالكعبة اللقطة الفنية من النجم البرتغالي أمام حمدي النجاز هذه الكرة من جديد الفرصة لصالح المنتخب البرتغالي محاولة فاشل مخرج المباراة ومرة أخرى كواريزما حاليا الدقائق الأخيرة في مناطق المنتخب الوطني التونسي نشوفوا الهفوة واضحة من معز حسن وكواريزما المنتخب البرتغالي كواريزما خطير دائما على الرواق اليسار والموجود حمدي لنكيز كواريزما هو بعيدة تصويبة البرتغالي ريكاردو كواريزما بعيدة كل البعد على مرمى معز والاختيارات برشا ضجة حتى مع ديشان البرتغالي ويليام كارفالو هجمة سريعة برتغالية هجمة سريعة حذيري من ترك المساحات الملعبية عنده فنيات ومهارات على غرار هذا الموهوب كواريزما من اليمين او من اليسار مشير اليمين اندري سيلفا والهدف الاول الهدف الاول قلت حذيري من ترك المساحات العرضية من اليمين واندري سيلفا يتمكن من الافتتاح ضد النتائج هذه الإعادة كانت من ريكاردو كواريزما دون رقابة يرتقي مفرده لوحده أندري سيلفا عبد الرحمن يضع الكرة في شباك معز حسن وهذه الإعادة لأكثر من مرة صحيح وأندري سيلفا اللي كان سجل هدفين هذا الموسم مع ميلان سعى أهداف في التصفيات لأندري سيلفا راهن عليه المدرب فرناندو سانتوس شفنا التوزيع من كواريزما اللي مشى الى الجهه اليمنى عاده وبدا المباراه من الجهه اليمنى ناندو سانتوس من جديد يرجع كواريزما الى الجهه اليسرى وشفنا في اول اطلاله من الجهه اليمنى توزيع دقيقه من اللاعب السابق لانتر وتشيلسي غيريرو الى كواريزما مباشره الى القائد من جديد بيبي في دوره على يسار دفاع المنتخب الوطني التونسي حذاري حذاري تضرب الكره في اليسار السيري ويواصل حراسه شباك المنتخب الوطني التونسي في مباراه اليوم في وديه مدينه براغا البرتغاليه جيل نبيل معلول سيبحث عن الحلول المنتخب الوطني التونسي الى حد الان هجوميا ويليام كارفالو يسترجع الكره لكاردو كواريزما الى اندري سيلفا المخالفه من حمدي دو سانتوس على عكس المنتخب التونسي اداء ونتيجه امام المنتخب الايراني ومنتخب كوستاريكا في مارس 2018 ماريو الى ويليام كارفالو الى ريكاردو كواريزما ريكاردو كواريزما النجم بشكل تشال تركي العرضية يرجع نعيم فنيات في ملقاوي نعيم السيدي أنيس البدري مع صعود حسن يوسف الحديدي أيضا حمدي النجاز واضح أنه كرة القدم في المستوى هذا متاع كأس عالم يلزم تسجل واليوم كواريزما خطير في المحاولات والكرة فوق المرمى بقليل ريكاردو كواريز سخيري فما بداخل رجل اليمنى كواريز الأسبقية للمنتخب البرتغالي ثم سيأتي هدف جواو ماريو من تصويبة دقيقة وبعد ذلك أنيس البدري بماريو روي مش من ركائز المنتخب البرتغالي دائما يبحث عن الحلول يحضر تخطيرة من الجهة اليسرى باستثناء بعض التوزيعات من وسام الحديدي كواريزما نفس المنهج والمنحة من جانب المنتخب في كرة القدم سوى السرعة القياسية لاسترجاع الكرة يسترجع الكرة بسرعة قياسية المنتخب الوطني التونسي لقد تكرر وهذه مهمة ودور المقابلات الودية الوقوف على الأخطاء وضرورة تلافيها الضغط على دفاع المنتخب الوطني التونسي كواريزما من سيتولى التنفيذ كروس والهدف الثالث لا ثم الراية ثم الراية أو ثم هدف ننتظر لا موجودة الراية موجودة الراية خير شرعي الهدف بعد رأسية حامل القميص رقم 14 واضح تسدد و
ويليام كارفالو عند فرناندو سانتوس او نذير معروف بيبي في الفتره الاولى من لحظات دقيقه 64 تمكن فخر الدين بن يوسف من تعديل النتيجه. المنتخب الوطني التونسي قلناها في اكثر من مره في اكثر من تجربة محاولات والفرص ويسجل في مرمى أنتوني لوبيز. تمهيد من جديد إلى ريكاردو كواريسما، كواريسما بخارج الرجل والفنيات الكبيرة والتدخل صعب لدفاع المنتخب التونسي. شفنا الفنيات من كواريسما بالإكستيريور، التخريجة الأخيرة كانت خطيرة على محور دفاع المنتخب الوطني التونسي. القائد كواريسما لتنفيذ الركنية، واضح مباراة مفتوحة. شفنا أربع أهداف وأكيد الاستنتاجات النقائص اللي لاحت وتدعيم نقاط القوة وأكيد اختيارات أخرى في لقاء المنتخب التركي من جانب المنتخب التونسي قبل تحديد القائمة أقصى تقدير يوم 4 جوان المقبل للمدرب نبيل معلول. كواريسما على مستوى القائمة الثاني، أندري سيلفا مباشرة المنتخب النيجيري في ويمبلي. وإلى حد الآن هو بعض النتائج ضمن المنتخب الإيطالي، قلت معناها كيلعب تحت 30 يولي فريق عادي في المباراة اللي دارت في مارس الماضي، هزيمة 3-0، معناها يستعمل بعض الاحتياطيين ولا منتخب عادي. وروبن دياس في أول مشاركة مع المنتخب البرتغالي، أيضا خروج بيبي تسامر مع الهدف الثاني. شوفوا كواريزما أيضا عنده تدخلات، لاعب عنده مزاج خاص على ما توصلش إلى تأهيل المنتخب التونسي لنهاية كأس العالم، لكن تجربة برتغالية في تونس. فرجاني ساسي، فرجاني ساسي ثم كواريزما، شوفوا وين يلعب كواريزما والتدخل كان من فخر الدين بن يوسف والمخالفة لصالح ريكاردو كواريزما. هو لاعب مشكل شوية وعنده مزاج خاص وكاركتير معناه صعيب ريكاردو كواريزما، معناها كما قلت أنت مشى للخليج ورجع للمستوى العالي. باش نعرفوا القيمة تاع ريكاردو كواريزما والمحاولات والتوزيعة مباشرة على مستوى القائم الثاني ريكاردو كواريزما والكرة خارج الميدان. توزيعة من كيديس، واحد من خيارات فرناندو سانتوس وكواريزما حبها كما جات على الطاير. واضح ضغط النتيجة، ضغط الرهان على مزاج كواريزما لاعب اللي راتي مباراة ودية اليوم ولا ضد المنتخب التركي، مش باش يأثر على امكانات وجاهزية وهب بن خزر الموهوب نجم المنتخب الوطني التونسي، وهذا موهوب آخر ريكاردو كواريزما يربح ضربة المقابلة. فقط مرة أخرى على ريكاردو كواريزما يصبح القائد بعد خروج بيبي في لقطة بالجيني وكواريزما والحوار مباراة آخر مباراة بين ياسين مريح كواريزما وأيضا بالجيني وكواريزما. برشا تنحيات في المباراة اسم اجريسيفيتي يسمى المنتخب في تنفيذ الركنية على مستوى القائم الثاني ولا يهدأ بيني ريكاردو كواريزما. استرجع كامل لياقته، كامل البطولات الخليجية، يرجع لإنتر لتشيلسي وبيزيكتاس ورجع خاصة مع تواجد كريستيانو رونالدو. البرتغالي آخر اللاعبين اللي باش يدخلوا ممكن أحمد الكيش حتى الإسباني ستكون البروفة الأخيرة قبل مباراة المنتخب الإنجليزي. كواريزما دائما على الرواق اليمين، يرجع فخر الدين بن يوسف للمساندة وهذا الضغط وتبني على نقاط القوة. ثم مؤشرات إيجابية للمنتخب الوطني التونسي وأيضا ثم نقاط ضعف يلزم تلافيها.